فقرة الكاريكاتير مع الرسام جواد مراد. صباح الخير. صباح الخير جوليستان. طبعا جواد صباحك جميل. انت اليوم ما بعرف حاسه انه مصحصح ونايم كثير ما بصراحه فعلا صار لي يعني صار اسبوع او اكثر ما عم بشبع نوم يعني تبع انه انا من الناس فات شفتني هلا وجهي صار مدور مثل الصحن صار. طبعا هذا الشيء ما كثير انا بحبه. اذا نمت كثير بتضايق، بحس انه في شيء من وقتي ضاع يعني. الفترة الصباحية حلوة، الواحد يفيق من النوم، يشرب قهوة، يسمع اغاني. صحيح، الواحد بيستفاد من نهاره اكثر يعني. امبارح يعني فت متاخر فاكتئبت طول الوقت وانا عم انب حالي انه لا يعني بعد ما فقت بدي بلش شغل، قام قطعت الكهرباء خمس ساعات ضليت قاعد، فطول هالخمس ساعات تأنيب ضمير كان هو انه خلص معناته دائما بنجيبك بالفتره الصباحيه مشان في ايوه مشان في من النوم وتكون دائما معنا بالفتره الصباحيه هيك مشرق، خاصه لما بصحى على صوت استاذ حسام يصحيني. لا نحن رح نصحيك على صوت فيروز مو على صوت الاستاذ حسام. هيك فرقت، هيك كل يوم فيكم تفيقوني هيك جوليستان. طيب جواد، شو موضوعك اليوم؟ اليوم موضوعنا عن السمنه عند الاطفال. طبعا هذا الموضوع كان صار له فتره نحن يعني كنت حابب احكي عنه. جمانة كانت عم تشتغل بمجال قريب من القصه يعني الاطفال والنساء، فهي عم يعني في عندهم ملاحظات انه قديش في سمنه عند الاطفال. السمنه يعني تراكم الدهون، تمام، اللي هو بيختلف عن الوزن الزايد، الشغلتين يعني بيختلفوا عن بعض. ففي سمنه زياده الاطفال البدانه اللي يعني بشكل ملحوظ بتنقلها الام للولد عن طريق السلوكيات الغذائيه الخاطئه وقله النشاط وقله الحركه والادوات الترفيهيه الحاليه. تذكر مثلا اولاد صغار قبل هلا تلاقيهم طول الوقت عم يركضوا بالحاره، عم يلعبوا الالعاب اللي فيها عمليه فيها حركه. ضروري اللعب ضروري للاطفال، فبيتحركوا عندهم طاقه. إذا ضلوا قاعدين أكيد جسمهم إذا تمام ما تحرك ما رح ينمو. تمام، فقدام الـ الـ الأكل يعني أكلاتنا بشكل عام هي أكلات كتير دسمة، أكلات فيها مليان فيها دهون وفيها ما بقى يعني بتعرفي كتير هي تقيلة، فهالقصص هي بتلعب دور بزيادة السمنة عند الأطفال، خاصة السلوكيات الغذائية وقلة النشاط يعني. شفتي مؤخرا مثلا لعبة الطفل من زمان كان يلعب بالحارة أو بأي مكان، يلعب كرة القدم، هلا عم يلعب على الألعاب الإلكترونية، فهذا الشيء بيضل قاعد ساعات طويلة قدام الألعاب الإلكترونية، بيروح نظره، بيصير عنده سمنة، بيصير عنده مضاعفة، جسمه ما عم ينمي يعني ينمو بشكل صحيح. صحيح، فهذا الشيء أنا حاب اليوم نلفت نظر له. وهي شغله يعني كثير سيئه. هو نتيجه انه الام مثلا هي بتدلل زياده عن اللزوم في هيك شيء. اليوم انا مركز على القصه، ولكن ليس بالضروره يكون بس الام لها دور كبير بضبط السلوكيات الغذائيه عند الطفل. بتعرفي خاصه انه مؤخرا يعني بالسنوات الاخيره الاكلات السريعه منتشره بشكل كبير، سهوله الوصول للاكلات السريعه، سهوله الوصول للمشروبات الغازيه توفرها بشكل كبير. تعرف انه الشوكولاتة والشيبس كل هاي مواد بتؤدي للسمنة عند الاطفال. هذا الشيء له اثار اجتماعي ونفسي على الطفل. بتعرف الطفل بيفقد ثقته بذاته، بيفقد الاحترام للذات لما الاطفال الثانيين بيجوا يعني بيكون مصدر عليه طبعا بيستهزئوا منه. انه بالاضافه انه المرض يعني الطفل اللي وزنه زائد يعني من هلا من هو صغير شحوم ومرض، فهذا معناته هو الصغير يعني رح يصاب الامراض لحتى يكبر. صحيح. اذا الكبير مثل ما بيقدر سكري. ايوه اذا الكبير سكري. ما بيقدر يتحمل هذا الشيء، كيف الصغير معناته؟ تمام، يعني هاي صحيح. مثلا انتشار مرض السكري بشكل كبير، الامراض الثانيه مثلا قلت لك بيؤدي لاكتئاب، بيؤدي للانعزال. هالاسباب كلها نتيجه سلوكات غذائيه خاطئه عند بمجتمعاتنا. فاليوم يعني بدي ركز على القصه. يعني انت يعني ما بعرف كيف رح تعبر عن هذا الشيء، يعني رح تعبر بمجرد رسمه ولا رح حاول كمان كتابي عليها؟ هلا اليوم بتخيل الرسمه كانت رح يعني عمليا نحن عم نعد تقارير يعني رسمنا هلا شوي بلشت فيها، بس انا باعتبار انا دائما هون ما بشوف. اليوم في الرسمه حتكون شوف في رسمات فينا نكتفي بالرسم فيها، ولكن لما انت بتحطي عليها تعليق هاي التعليق بخليها شعبيه اكثر. ما لك رح نزيد مستواها، ولكن بخليها متناوله بشكل اكثر. يعني احنا خاصه عم نتقصد هلا شريحه الاوسع من الناس اللي هن الامهات
سيدات البيوت ربات المنازل هدول بيكونوا اولادهم حجم عائلي. نحن دائما بنقول انه ابنك حجم عائلي. والشيء الحلو انه هي وين ما تروح دائما في عندها شنطايه بتحط فيها ساندويتش بتحط فيها كل شيء، بس بمجرد الابن يحكي فورا استلم. شايف فانت عمليا عم يعني عليك يعني اصبح طبعا مشكله حقيقيه. والامبارح امبارح شويه تقارير عن السمنه هيك، فمو بس يعني بالعراق وفي فيها السمنه، هذا شيء ملاحظ. يبدو انه دول الخليج عم تعاني من القصه بشكل كبير كثير، انه الاطفال الشعوب العربيه بتحب بطنها كثير. تمام، يعني بالسعوديه عم يحكوا انه في مليون طفل بدين او سمين، يعني هي 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 مشكله. يعني نحن الكبار اذا مثلا او اللي بالمدارس شوي باعمار مراهقه لما بيقعدوا ساعات طويله على الحاسبه، لما بيقعدوا ساعات طويله على الدراسه، دائما الدكتور بينصحهم انه حاولوا تمارسوا تمارين رياضيه، انه ما تضلوا ساعات طويله وقاعدين، مارسوا التمارين مشان انه يتنشط الدم، يتنشط عضله القلب شوي شوي، لانه هي التمارين الرياضيه دائما بتكون معالجه ووقايه من الامراض. صحيح. فكيف الطفل الصغير هون الجسم بيكون ضعيف، القلب بيكون ضعيف، مثل ما قلت يعني هو الصغير ببلش معه مرض سكري، هذا يعني شيء خطير كثير. صحيح. وهو صغير ببلش معه ضغط دم وكوليسترول او دهون زائده، يعني هاي الدهون. كل هالقصص هي امراض نفسيه وجسديه يعني. ففعلا السمنه ما هي بس شكل، يعني مو بس شكل. صح. تمام، هو في له ابعاد نفسيه، في له ابعاد يعني مرضيه بشكل عضوي. اقول لسان انا قبل هلا يعني مشي سنه كثير سمنت نتيجه القعده ونتيجه تغير علي سلوكيات. هو اللي شخص اللي ما بيتحرك كثير دائما سمنت بشكل يعني كبير، صرت بشع، وصرت رفقاتي يعني الشاطر اللي ياخذ لي الصوره لبطني هو هيك. يعني بصراحه عانيت بيني وبين حالي، يعني انه ليش هيك عم يصير معي. فبنفس الوقت فرجت على فيلم لاحمد حلمي. احمد حلمي كان اكس اكس لارج، هذا الفيلم كثير مهم. هو كان سمين وفجاه صار تمام، تعب على حاله الى اخره، تعب على حاله كثير. انا بتمنى بشكل عام يعني كل ام تجيب هذا الفيلم، اذا بشكل غير مباشر او بشكل مباشر حتى خليه يتفرجوا على هذا الفيلم، ولو يعني اكيد نحن ما عم نعمل يعني عم نعمل مو اعلان للفيلم. عم نعمل اعلان لطرق ووسائل للقضاء على الحالات السمنه. علما نقول مثلا انك يعني مثل حكي مو انا كنت طفل لما اتفرج على من سنتين هذا الكلام، فانا اثر علي وهذا الفيلم شجعني اني تغير اني يعني خاصه هن صغار لساتهم بالبدايه العمر، يعني صغار براعم، فهون فعلا هن بدهم مو بس لما بشوفوا الفيلم، لما بشوفوا نموذج قدامهم بتاثروا. صح حتى بيصير عندهم قله حركه، يعني هدول لما بيكبروا احتمال يسمنوا بشكل اكثر واكثر، يعني ما بيقدروا يقوموا. فهذا الام لازم تحط بالعين الاعتبار انه هذا ابنها احتمال بعد كم سنه يكون عالي بالبيت عنده، يعني تمام، هي مشكله تقضي على مستقبله كله. تمام. طبعا احنا ما بنحكي عن حالات فرديه 1 2 3، عم نحكي عن آلاف الأشخاص اللي معانوا نتيجة السلوكيات الخاطئة. نتيجة السلوكيات الخاطئة بالغذاء. صح، معك حق. طيب جواد، يعني فعلا نحن يعني باعتبار نحن عم نشوف يعني بعض الأمهات بنلاحظ إنه إذا ما صار ساعة أولادهم ما أكلوا بيقولوا ابني ليش ما عم تاكل، اذا كان شوي شهيته مسكره ما عم ياكل ابني مريض. تمام. اليوم تماما عم نحكي عن هالنقطه. هالنقطه انه الام بس انا عم بحكي لك شيء واقعي، يعني صار قدامي، يعني عم بحكي عن شيء واقعي بصير قدامي. فقولي لي ان هي فعلا هي احدى السلوكيات اللي نحن عم نشوفها بشكل مستمر، انه فكر يعني في امهات من طيبه القلب بفكروا انه يعني المحبه عن طريق انه يعني يحش الواحد بالاكل. تمام، هي من في مثل بيقول من الحب ما قتل، هي بتمثل هالطبقه من تماما هذا الطريقه الثانيه من القتل، يعني نوع ثاني من القتل من المحبه. فنحن يعني فعلا انا بشوف انه الام لها دور كبير بهالقصه، هي قصه يعني المراقبه، خلينا نقول او متابعه الاولاد ما يفرطوا بهالاكل. تفضل. طيب دور الاب وينه؟ الاب ما بعرف والله، يعني
فعلا ما بعرف الاب يعني يمكن انه يشارك اطفاله بممارسات رياضه معينه يعني الاب كمان تمام. اتوقع له دور انه مثلا ياخذ هذا الطفل لملعب تمام ياخذ يسجله بنادي يسجله بنادي يعني هالقصص اكيد معك يعني بهال بهال يعني بهال بهالمجال الاب له دور الداعم ولكن لا تنسي انه الطبخ والاكل بالبيت غالبا الام هو هي الام هي اللي بتشرف على هالشيء حتى اذا كان بهالبيوت الكبيره اللي مثلا الناس الاغنياء اللي عندهم ناس بيشتغلوا ببيتهم يعني طباخين الى اخره حتى بضل الام يعني للاسف اذا الام ما يعني ما راقبت غذاء ابنها فاكيد في شيء ناقص بهالامومه هي. بس برأيك جواد نحن نلاحظ إنه هاي نسبة أكتر شيء كبيرة عند الذكور مو الإناث يعني الصغار. والله يمكن إنه الإناث السمينات ما بيطلعوا لبرا. أجوز. لا هي نحن كالصغار هلا نحن الكبار بنشوف إنه عدد السمنة هي موجود بين النساء. الكبار بس الصغار نحن نلاحظ انه اكثر شيء الاولاد اكثر شيء يعني لانه صبيان. بيطلعوا كثير بياكلوا يعني الاكلات اكلات من برا بس هن البنات لا مثلا اللي بيروحوا بيشتروا اكلات من برا يعني بيكونوا ايه تماما يمكن وارد هالقصه يعني اكيد ما في شيء دقيق نجاوب هيك يعني بهيك موضوع انه خاصه الام في نقطه كمان الام دائما بتدلل الولد اكثر قولي استنى من زمان تعرفي انه كمان السمنه للطرائف يعني في بعض الدول اذا البنت وزنها اقل من 100 كيلو ما حدا بيتزوجها يعني بعض الدول ايه تمام هو اللي بعرفه انه بالدول العربيه بيحبوا نوع من السمنه ما بيحبوا بس مو لهالدرجه يعني ايه اكيد بتعرفي هن كمان الاذواق تختلف عبر يعني من زمان انه والله فلانه عم تمشي تحت الارض هي تحت رجلها يعني كصفه انه والله وجهها هالقد مدور صح هي صفه الجماليات كان عند صح حتى بالمجتمع هون يعني بالمجتمع العراقي العربي والكردي اثنيناتهم بيحبوا السمنه بعض منهم مو السمنه اللي كده بس بعض منهم حتى في عندهم امثال يعني انه عن البنات انه لازم يكونوا سمينات شوي سمينات ولكن تغير الذوق العام صار يعني الرشاقه ما قصدي انه البنت اللي تقتل حالها بعدم الاكل كمان هي كمان مشكله تمام يعني ببريطانيا من كم سنه طلعوا قرار انه ممنوع انه في وزن معين ما لازم عارضات الازياء تنزل عنه لانه في كتله من البنات بيقلدوا هالعارضات والنحف ادى لمرض يعني العنف. مو بس هيك بفرنسا قبل فتره نحن قرينا هذا الشيء وحتى انه كانت بفقره منوعه عنا انه منعوا انه تخفيف الوزن كثير للعارضات عملوها جريمه انه يعاقب عليها لانه هي صار فيها امراض الشغله يعني صار يعني عندهم موديل يعني موضه انه مثلا وحده بتنحف حالها كثير فهون بيصير مضاعفات عند المرأة يعني شوفي هالموضوع قديش له أبعاد جولستان في يعني لازم يصير كمان قانون بالعكس أنه كمان السمنة الزايدة لازم يكون في قانون يعاقب عليها عشان نكون دائما بالوزن الوسط بنخاف طبعا هالقصص فقط الحفاظ على صحة الإنسان هدفها هي الحفاظ على لا نحف ولا نحف ولا السمنة القاتلة هي النحف زيادة كمان أكيد له مضار في بيؤدي لضعف أكيد سوء تغذية بيأثر على المخ بيأثر على المخ تم هالتفاصيل كلها يعني الإنسان خلاص بحدوده كل شيء خير الأمور أوسطها الإنسان بس أتوقع لنحافظ على مثلا دائما يعني الشخص يحافظ على لياقته على رشاقته أنه دائما يحاول قدر الإمكان بالشغل لما بيتعب تمام. يرتاح بس كمان لما ما بيتحرك بالشغل يعمل رياضة يخفف يكون عنده نظام غذائي يعني إنه يعني هو يحاول يساعد حاله تمام يحاول يعوض يعني إحنا بصراحة يعني بسنين لهي بتعرفي إنه مثلاً في مهن جديدة دخلت بالحياة كمان ما كانت موجودة هالمهن أخذها بقى يعني ثلاث أرباعنا عم يشتغل أعمال مكتبية تمام هذا الشيء بيؤدي إلى يعني مثلا انا بمكتب صارت الاعمال كلها نقعد يعني ساعات طويله 8 ساعات تمام. يعني اكثر من 8 ساعات يعني الاعمال المكتبيه احيانا تاخذ اكثر من هيك جولستان يعني تصوري لو لو نحن بمكتب في وقت الغداء غالبا نحن معنا طباخين يعطونا اكل صحي وهيك فانت رح توصي على اكل خلينا نقول الاكلات السريعه يعني اللي هي كلها بتؤدي ل لشحوم لدهون زياده صح يعني على الاقل نحاول نعوض هل الانظمه الحياتيه الجديده
نعوضها ب بممارسه رياضه، باهتمام ب يعني بحد انه ما حتى تكون شرها بالاكل. انا شخصيا كثير بحب الاكل مثلا بوليستا، ما بصراحه في في اغلب الرجال بيحبوا الاكل كثير، الاكل طيب يعني في هي ملذات الحياه يعني. صح. ولكن انه يعني ما تاثر على صحتك يعني، على الاقل بحاول يعني حتى لو كنت انه قدر يوم الثاني انه بضميري انه خلي تراجع، خليني احرق لانه امبارح مثلا تقلت بالاكل كثير بيكون. فنحن بنتمنى من الامهات يعني انه هن كمان، طبعا موضوع حلو كثير وانا رح ناقشه شي يوم مع الدكتوره رنا، رنا عبد الحميد، لانه هي يعني بهذا الاختصاص. تمام. جواد، طبعا نحن بنتمنى كل الامهات اكيد يعني انه يحاولوا صح يدلوا لاولادهم، بس مو لدرجه انه يموتوهم من الحب يعني. يخلي عندهم سمنه ودهون وهن ببدايه العمر، هن الصغار يصير عندهم امراض يعني، وهي الامراض احتمال تكبر مع الايام، يصير امراض خطيره تؤثر على مستقبلهم بشكل عام. تماما. بس انا ما بعرف اذا هي شو هي نسبتها بالضبط بين الاطفال حاليا، لكن مثل ما قلت نحن في عنا يعني بنشوف كثير واقع انه موجوده. طبعاً. هي يعني مشكله انه ما يعني ما بتخيل انه يعني يعني حتى بالاعلام ما عاد جبنا سيره هيك قصه. صح. هذا الموضوع يعني المهم. جواد، ما بعرف انت حاليا انشغلت بالرسمه ورح نخليك ترسم، شو رايك نطلع على فاصل لبين ما تكمل الرسمه؟ اوكي تمام. اولادهم وعم يعطون كل الاكل ليشوفوا جواد شو راسم اليوم. اليوم يعني اكيد نحن بنقدر كل الامهات في النهايه، ما في انبل من الامهات يعني، ولكن يعني بضل الواحد نصيحة. نحن نحاول إنه نوجه، بس نلفت الضوء إنه هل عادات الخاطئة هي مو لصالح الأولاد، هي ضدهم. هي إنه بتحب ابنها مفكرة إنه مثلاً هي بتدله، ما بتخلي ينقصه شيء، بس هي بتقضي عليه بهي الطريقة. مشكلة كبيرة، الطفل السمين بيعاني من مشاكل اجتماعية بطفولته يعني، نفسية مرضية كل شيء، جسدية يعني كل شيء بيكون. تمام. يعني احتمال بعدين بيندموا على الفكرة يعني، بعد عمر، بعد وقت الدلالة مثلاً، لم تدلل ابنه بأعمار صغيرة. تمام. ولكن لما بيكبر هالولد بتبين هالمشاكل اللي قولي سان. طيب جواد، اتوقع أوكي. انت لسه ما خلصت رسمي، اقل من دقيقة وقت، لانه نحن حاليا رح نطلع على فقرة الصحافة، هي لفقرة الكاريكاتير اللي رح نشوف الرسمي عن جواد. جواد تمام قولي سان، انا جاهز اذا نحن مستعدين ناخذها. بس خليني احط شوية. طبعا انت خلصت مع التلوين. تمام. وانا شفتها. هلا صفيان، انا مشان هيك قلت الامهات خلي يديروا بالهم، هلا راح يشوفوا الرسمه يعني. نشوفها. عمو ليش راسي عم يوجعني؟ طلعت ما حاط نظارتي اليوم. شوفي قوليستان، فيك جواد شوي توضح لنا اكثر؟ هي ام، نحن عم نشوف السمن ازاي. ليش عم تضحكي انت؟ عم تذكري حدا قوليستان؟ هي عم تذكر. هي عم تقول لابنها كل يا عيون امك كل وتغذى، وجهك اصفر من الجوع. يعني علما الولد ابدا مو مبين عليه الجوع. شوف الحجم الاكل اللي عنده والاواني الفارغه والكولا يعني كل هالمواد، والولد قاعد قدام التلفزيون وعم يلعب العاب الكترونيه. طبعا الام كمان هون حجم عائلي اكيد، فهي عم تورث او تصدر هي السمنه لابنها نتيجه لسلوكيه غذائيه خاطئه. هي عم تفكر حالها انه عم تحب ابنها هيك اكثر، ولكن الحقيقه انه هي عم تؤدي لأزيلة تماما. وهي يعني هي عم مثل ما قلتي انه في حدا بفكر اذا دقيقتين ابنه ما اكل معناته هو مريض، فبيخاف بتخاف الام. طبعا نحن بنتمنى من الامهات انه ما يعملوا هذا الشيء، علما انه بعرف في منهم بيعملوها حاليا عم يعملوها. انت فيك تهدي رسمه لمين ما بدك اذا بدي ابعث لهم اياها. شكرا كثير لك جواد. طبعا شكرا لك، واكيد